برصاصة استقرت في صدره. استشهد المتظاهر عمر فاضل وسط البصرة أثناء مشاركته في التظاهرات التي تجري بشكل يومي، وفي الحال تم تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب الحادث. شاهد عيان يعني يوصل يقول قال أنا شفته وأعرف طوله وصف طوله وصف شكله وصف الحقيقة كلها، شلون سحب المسدس هذا الملازم وشلون ضرب المرحوم ضرب بطلقة. شهيد التظاهر عمر فاضل مواليد 1991 من سكنة قضاء الزبير جنوب البصرة، من عائلة متعففة منعه من الزواج سوء حالته المادية، وهو ناشط مدني طالب بالعديد من الحقوق الشبابية المشروعة منذ سنوات. هو شوف السبيات شوف حالته وضعه المادي، فالإنسان يطلع بحقه يعني تقتله ليش؟ شايل شيء لا سلاح شايل لا فت مسبب إشكالكم، رجال يطالب حقه على مود وعلى مودكم، وأنتم نفسك أنت الضابط اللي قتلته راتب ما مطينك. بعمر الورد شنو سواه وينضرب يعني شنو سواه؟ زين يعني هذا اللي سكت عن حقه يبتلي على روحه، واللي يطلع يبتلي، زين منطقة كلها خسرته. استمرت التظاهرات سلمية لعدة أشهر وبشكل يومي حتى وصلت لمرحلة رفع الخيام وفتح الطرق. علي عبد العزيز، العراقية الإخبارية، البصرة.